be. Ah! صور فيديو. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. حق متابعيني القدام، اسف اني قلعت عنكم، وحق متابعيني الجدد، اهلا وسهلا في قناتي. زين، حق متابعين القدام اللي يعرفون ان قبل كان عندي سنجل اكزوست، انا حاليا بدلته، رجعت الستوك مره ثانيه لانه كان عندي فحص. خلصت الفحص الحمد لله، الموتور نجح، فالحين شو بنسوي؟ بنرجع الاكزوست. زين يا بدو، ترى مو بشيء جديد، اوريدي في قبل فيديو قديم ترى نزلت، صح في فيديو قديم نزلته عن الاكزوست، بس انا شنو سويت؟ مجرد نشيت الاكزوست الستوك، ركبت الافتر ماركت داينو وخلصنا الفيديو. بس ما سويت تست الصوت، يعني انا عندي الستوك، الافتر ماركت اللي عندي الاكزوست هو فيه بعد اوبن كلوز فالف، يعني ممكن يصير هادئ الصوت، ممكن يصير الصوت العالي. فابي اخذ لكم ارويكم تجربتي في الستوك، كلوز فالف اوبن فالف، يعني بس ان شغل الموتر تسمعون الصوت، وان شاء الله بتسمعونه بعد درايف باي. بعد بسوي لكم، يعني احط الكاميرا هنا تحت، امشي بالستوك، امشي ذي عشان تعرفون الفرق. وفوق هاي في الابل ووتش نفسه في ميجرمنت مال الصوت اللي هو الدي بي، زين، يعني ايش كثر قوه الصوت اللي انتم قاعد تسمعونه، عرفت شلون؟ اللي هو ديسيمال بوينت، ديسيمال بوينت اعتقد موري، اعتقد غلطان هذا في السالفه. حاليا بستخدم تليفوني حق ديسيبل ميتر. ديتو ليش ديتو؟ لأن هاي بيساعدني وذي بيساعدني، وفوق هاي وقفت شغل أمس لأن الجزء كان حار، فتميت نطرة تملت، دشيت داخل قلت خلنا أجري يوم ثاني. ف yes. هوا بس يلا يلا يس، خلصنا، سوينا كل شيء، ركبنا الدبة، and now التست، مو التست بس، يعني نرويكم comparison between before and after كل شيء. Mm-hmm.
بي ام لأربعة. Alright guys, hope you guys enjoyed. Goodbye. Peace.